تمام من الاخر وهلا عايشين على كيفكم. ضيفتنا جاية من سوريا، هي بتتقن الغناء الأوبرالي من سنة 83. بال 85 أحيت أول حفل أوبرالي بسوريا، وبعدها قدمت عدد كبير من الحفلات ببلدان عديدة مثل مصر، البحرين، الأردن، دبي، قبرص ولبنان. بال 91 شاركت بمسابقة عالمية بكوريا الجنوبية وفازت بالمرتبة الأولى، وهي كانت أول مغنية سورية بتحصل على ميدالية ذهبية. هي خبيرة بدار الأوبرا بسوريا وأستاذة بالكونسرفاتوار الوطني السوري، وحاليا هي عايشه ببيروت وبتعطي دروس خصوصيه بالتمارين الصوتيه. خلينا نستقبل سوا مغنيه الاوبرا أراكس تشيكيتشا. مساء الخير، اهلا وسهلا فيك. شكيت جا، اهلا وسهلا فيك، مساء الخير. تفضلي. يا رب والاجد والارض. ما شاء الله عليك سيدة أراكس، اهلا وسهلا فيك من الاخر، اهلا وسهلا فيك بلبنان وببيروت. لا انا مش درسة هون. عاملة الترمينال هون عند بمدرسة عرب سيميانس. وبعدين سافرت على أرمينيا وعملت دراستي، ضليت 9 سنين بأرمينيا عم بدرس بكونسرفاتوار بأرمينيا بقسم غناء أوبرالي. أراكس هلا كنت عم بتغنى باللغة الأرمينية؟ بلا كنت عم بغني باللغة. ما عرف شو رجع جابك لهون؟ عم ترجع يعني رجعت على لبنان أم بعدك بأرمينيا ورجع؟ لا أنا لا رجعت أكيد بسنة 83 تخرجت وجيت ديفينيتيفمون تأسست بسوريا. اشتغلت هناك فترة وبس أنا عائلتي هون وبيتي هون وأنا بسكن هون، فعطول بروح بنزل على سوريا وبجي على بيروت. أهلا وسهلا فيك ببيروت. كيف كانت الرجعة على يريفان والعيشة هناك من بعد فترة أكيد ما حدا زار فيها من اللي أنا بعرفهم أرمن وهيك، يعني كيف كان هالحنين والرجعة والدراسة هنيك والعيشة هنيك؟ طبعاً يمكن كل أرمني بيتمنى يعني يصح له الفرصة أنه يدرس بأرمينيا، لأن أرمينيا بمستوى الأرت بشكل عام عنده مستوى جداً عالي. فخاصة أنا تلمذت تحت إيد بروفيسورتي اسمها داتيفيك سازندريان،
هي من 6 سيدات بوقت الاتحاد السوفيتي، فهي كانت من واحدة من 6 سيدات الاتحاد السوفيتي. فأنا تلمذت تحت إيدها، وطبعا أكيد يعني كل أرمني بيحب يرجع أكيد بالأخير بيرجع لبلده، قديش ما كان الظروف حلوة هناك والمستوى الفن، بس نحن عايشين بهالبلاد فحبيت أرجع، رغم أنه نعرض لألي أبقى بأرمينيا ونعرض لألي أنه بروفيسورتي، لأنه كانت يعني هي كانت مغنية معروفة وأستاذة، كانت بروفيسور دو شومل مستوى جدا عالي، فعادة هي كانت تنعزم بالكونكورات مونديال، كانت بتروح هي رئيسة لجنة، يعني هي كانت على المستوى. أي بس بالأخير كل واحد بيجي على مسقط رأسه، بتعرف إنه نحن منكون متعودين على تقاليد معينة، على أسلوب حياة معينة. تحديدا هالتقاليد العربية ما بحس، أو يمكن أنا بجهل إنه في مطرح للأوبرا بهال تقاليد العربية، وما بحس يمكن أخذ حق الأوبرا بالبلدان العربية ككل. أكيد. هل في جمهور؟ حق معك، حق معك، هيدا السؤال حلو كتير، لأني عادة مقتنعين بوطن العربي إنه الأوبرا تنتمي فقط لشريحة معينة من الناس. لا، مش هيك. لمين هي تنتمي؟ لمين هي تنتمي؟ لأنه دايما كانوا يعني كنا نقول دايما إنه لانوبلاس هي اللي بتسمع الأوبرا، يعني كان في النخبة عادة، وكان دايما مجتمع إذا بدك نوعا ما نخبة، وهو اللي بيقدر هالنوع من الفن وين ما كان، يعني بأوروبا قبل ما توصل على البلاد العربية. اليوم هالمعادلة تغيرت؟ لا ما تغيرت. بتعرف كيف يعني برجع بقول لك، يعني نحن أخذين هيدي الفكرة أنه الغناء الأوبرالي مش مقبول، أو في شريحة كتير صغيرة من الناس بتقبل. لا مش هيك، حسب المؤدي، عرفت؟ حسب، هلأ أنا غنيت، حتى غنيت أرمني، أنتوا ما فهمتوا الكلمات معناها، بس بتصمم نحن سلطنا على الصوت وما شاء الله عليك، يعني شباب وصبايا كلنا على كثير. أنا دغري هو ما فيش حاسس إنه هذا فن صعب، صعب للإداء وصعب للفهم والسمع، يعني اللي ما بيعرف هيدا أكيد بده مدرسة. يعني أنا عطيت من عمري 9 سنين، 9 سنين درست، وبعدين يعني بهالفترة 9 سنين عملت ماجستير، بلشت في تمارين بيعملوها الناس. طب خبرينا عن المدرسة، مدرسة الغناء الأوبرالي، شو هن الشروط اللي مفروض تكون موجودة عند كل مغني حتى يقدر ينتسب بهالمدرسة؟ هلا هو هيك، هلا إذا تنفرط إذا بدنا نحكي عن الغناء الأوبرالي، أول شيء بده يكون عندنا أوبرا دوماج، يعني إنه ببيروت بلد المود، بلد التكنولوجي، بلد الفن، بس انه بالنسبه للغناء الاوبرالي ما مش انه بس بيروت، بالوطن العربي كله كتير فقير، فبتحس الناس بتحسهم في عندهم بعاد عن هذا الشيء. بدي احكي يعني أكيد. انه يمكن ما حلوه، بدي اقول انه في جهل. صحيح، ففي جهل. انا هون هلا ببيروت ولا وين ما بكون بيقولوا لي اراكس امتين ما بيصير عندك كونسير بليز انه عزمينا وكذا، فمعناتها في ناس بيحبوا، يعني في ناس عندهم عطش. اوكي، في ناس عندهم عطش للتجربه الاولى، لانه اجمالا قبل ما واحد يجرب الاوبرا يمكن ما في شيء بيشدوا عليها. او تقريبا لكلامه لجورج كنت عامل له هلا قبل، انه انا ما بحياتي كنت عم فكرت احضر اوبرا. مره كنت ببراغ لا شعوريا مري قدام دار الاوبرا، فتحضرتها كلها وزقت ولا دقيقه، بس كمان بس رجعت على بيروت رجعت، يعني ما عاد فكي، يعني مثل كانه نوت ادجوكيتد ليك. وخاصه هلا يعني الجيل صار بيطلع لبرا بيدرس برا، بياخذ يعني بياخذ في عظم كثير، في عظم حلوه كثير، بيسمعوا وبيرجعوا على بلدهم عم بيشوفوا فيه. طب عم بنشغل شيء على الجيل الجديد، يعني اليوم هل انتم عم تشتغلوا على الجيل الجديد وعم بتجربوا تقربوه اكثر منكم؟ هلا انا كاستاذ، لانه هو تكون صريح معك، حتى هو يجي لعندكم لحاله اكيد ما رح يجي منه لحاله. لا، يعني لا، الجيل لا، لا، هلا انا بشتغل بدار الاوبرا. نعم. اوكي، بسوريا، وبشتغل بنفس الوقت بروفيسور دو شومبي كونسرفاتوار، ما نحن عندنا اجيال. وبعدين سوريا بالنسبه للغناء الاوبرالي وصلنا لمرحله كثير مرتبه. طب في طبعا نحن عم نشتغل مع هودي الاجيال، يعني كلهم شباب ب 18 وفوق، ف
فعم بيصير عم بيجوا نخبة للغناء الأوبرالي. عم بيصير في هالنوع من الثقافة عند الأجيال الجديدة. أكيد أكيد طب. وبرغبتهم يعني مش إنه أنت عم بتحبب هيدا الأرت. لا هن برغبتهم عم بيجوا عم ياخذوا هيدي الثقافه. حلو كثير. وركاده سيده اراكس بدي اسالك شو رايك بالتينور هون اللي بيغنوا بلبنان؟ عندنا كم اسم بارزين بيغنوا اوبرا هون بلبنان هي. وعم نشوفهم كمان مثل ما كان عم يحكي بيير انه ما يعني ما عندهم هالقد جمهور كبير مش اخذين حقه مزبوط ما عندهم جمهور كبير يضلوا يحضرون مش بس التنور في السوبرانو والسوبرانو كمان في اسامي كبيره يعني, يعني انا بعرف مثلا انه يعني مالوريزمون انه ما بشوف بالشاشات التلفزيون ببيروت في عندي ريما طويل وغاده غانم هدول سوبرانويات عالميات ببرا ومع انه لبنانيات انا بشوف انه التلفزيون مؤثر معهم كثير لاني هودي اللي لازم نشوفهم على شاشات التلفزيون هودي اللي بيغنوا بفستيفالات عالميه دوماج يعني مع الاسف انه انا مثلا ما سمعتهم اذا بالسنه كل 4-5 سنين مره بدنا نعزم هالمغنيات على فيستيفال بيت الدين كذا ما بيكفي فما مش انه كل واحد هيدي المعلومه بدي اقولها مش كل واحد بيغني بفوا دو تيت معناتها صار مغني اوبرا نحن امهاتنا وخاصه الاغاني الارمنيه اللي قريب كثير على الغربي انا بعرف بتذكر طول عمري ماما بالمطبخ بتتمتم بتغني بصوت الراس يعني بطريقه اوبراليه يعني مش معقول انه كل واحد بيغني بصوت الراس بفوا دو تيت يعني صار مغني اوبرا الغناء الاوبرالي بده مدرسه واقل شيء المده اللي بدنا اياها بتاخذ 5 سنين بتدرس بالمعهد العالي للموسيقى بعدين بتفوت على المسارح 5 سنين اكسبيريانس على المسرح لحتى تشترك بشيء اسمه كونكور مونديال وبده اكيد بركي موهبه من عند الله حتى يقدر يوصل على صوت مثل حضرتك مش هيك بدنا نزقفك من الاخر تينو كرم انا بدي اقول لك تشاد ميرسي انه جيت لهون وسمعتينا الصوت الحلو وان شاء الله رولا منصور انا كمان ميرسي انا كثير بحب الاوبرا ومن هول اللي بيعطشوا يحضروا بنطر الفستيفال بنطر حدا بالعرس يكون مرات بالاعراس بيكون في يونغ عم بيغنوا اوبرا ان شاء الله يصير عنا هيك دار اوبرا ويرجع ان شاء الله نقدر يكون عنا فرصه هيدا بنتمنى راشد بحصلي اضحفتينا بصوت ملائكي ميرسي بوكو ليسرامي انا حبيت ذكرتيني الاوبرا اللي حضرتها ببراغ اللي كانت روعه وانت كمان روعه برافو ثانك يو ورولك عادي بس عقده أنا صراحة ثقافتي الأوبرالية كتير ضعيفة بس سمعتك ومكانتك سابقينك وأكيد thumbs up لأنه عندي ضعف للأرمن وانا بنعملك تمزاب سيدة أراكس شيكي جون احنا بنقلك نشكر كتير بوجودك معنا الليلة فعلا خامس صوت فريد من نوعه يعني قليل كتير تنقدر نستمتع بهيك صوت وقليل كتير تنقدر نشوف هيك موهبة مش هيك بنقلك الله يعطيك ألف عافية وشكرا كتير لوجودك معنا الليلة شكرا نسيبكم